عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لقاء مع كافة المسؤولين في الجهات الحكومية المنضمة إلى اتفاقية حكومة مملكة البحرين مع الشركة، تم خلاله استعراض التجارب والخبرات والخدمات التي تسهم في توفير بيئة عمل متطورة وآمنة من المخاطر الإلكترونية، وذلك باستخدام الحلول المقدمة من قبل الشركة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من العروض الهادفة إلى توحيد معايير تكنولوجيا المعلومات في مختلف المؤسسات الحكومية بهدف تحسين أدائها وإنتاجيتها عبر استخدام أحدث البرامج والبرمجيات المقدمة من مايكروسوفت، إلى جانب إيجاد حلول الحوسبة السحابية المتوفرة والتي تتوافق مع القرار الاستراتيجي بالتحول نحو الحوسبة السحابية من خلال تبني سياسة الحوسبة السحابية، وذلك بالشراكة مع مايكروسوفت والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات للارتقاء بخدماتها وتقديمها بجودة عالية، وتدعم في الوقت ذاته التوجه الاستراتيجي للمملكة والذي يشكل نقلة نوعية في مجال تبني أحدث تقنيات المعلومات، فضلا عن تمكين الجهات الحكومية من حماية خصوصية المستخدمين من خلال استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا. شركة مايكروسوفت شريك أساسي للحكومة، وهي طبعا من أقدم الشركات الموجودة للحكومة وأكبرها. اليوم الورشة تهدف لعرض ما هي الخيارات مطروحة للوزارات لرفع المستوى الأمني وتقليل الجهد اللي يبذل الموظف في مجال تقنيات المعلومات. فمثل ما تعرف اليوم الخيارات المطروحة لحماية الأنظمة الموجودة كثيرة، ولكن مايكروسوفت فاهمة في مجال عملها، فاهمة تقنياتها وكيف ممكن والتقنيات اللي يستخدمونها تساعدنا في حماية بيانات وزارة الدولة. الانتقال إلى الحوسبة السحابية، استخدام تقنيات تقلل الجهد لإدارة الخوادم الموجودة والأجهزة الخاصة بالموظفين، كلها تساهم لتقليص الجهد ورفع الأمن في الحكومة. فإحنا نشوف أن شركة مايكروسوفت عندها تقنيات بتساعد في هالمجال، وهدف اليوم هالورشة لعرض هالمنتجات واختيارها مع شركاء الوزراء.